كان أرمن ولا كان دروز ما نفرقوش في الأقليات. أصل العراق هم طبعا الأقليات، بعض الأقليات اضطهدوا، لا سبيل لهم إلا للدعم الخارجي، خلي ياخذ حقوق دعم حقوقه من الحكومة لأن هو تابع لهم، منظمة خارج وبيستظهر له عقد، طلبوا الدعم من بلدهم. أصلا هذا حقنا، أمازيغي ولا مسيحي هم جزء من عندنا وبينه، قد تكون ضارة. أريد أحكم نفسي بنفسي، قانون هو فوق الجميع ولا استخفاء بالخير، معادلة موازنة بين الجميع، من ضمنهم المسيح الصابئة. ما أحس بالانتماء للعراق. الدراما هي عين ثاقبة تستقرئ الواقع ولكن بطريقة عقلانية، توصل هدف إنساني نبيل. إذا تأخذها بكل جوانبها مو صحيح، إذا إحنا ما نطلع السلبيات هذه فما نقدر نعالج. أحسن يعرضوا لنا الظواهر سلبية بس لا يشوهونها، لا يبالغون. أحياناً ألفاظ، كلمة، مشهد، إنسان يتفرج مع الأب نتاعو مع البنت نتاعو، الحاجة اللي تعملها أنت يقلدها، فما بالك أنت توري فيه في حاجة. كلما اقترب من الواقع كلما سقط الفن. خلاص تلعبوا يعني. الو بديك هلا. نحن اقليه حقوقنا مهضومه، بل انتم خونه للوطن وعملاء للخارج. هذا الحوار يتكرر اكثر من مره في منطقتنا. المشكله انه ينطلق من ارضيه مشوشه لدى الطرفين. تعريف الاقليات في حد ذاته يحوي مشكله. هل هي اقليه العدد ام اقليه التاثير ام اقليه الفرص؟ ومفهوم الخيانه هو الاخر شائك. هل يلام من حرم الحقوق في وطنه ان بحث عنها في الخارج؟ هنا أيضاً يظهر الخارج الذي لا يعجبه لا هذا التوصيف ولا ذلك، وإنما يسقط معاييره الخاصة على كل حالة على حدة، وأحياناً يصل به الأمر إلى الدخول على خط الأزمة حتى ولو لم يرغب طرفها. ضيفنا الأول قومي من الطراز الأول، يرى أن كل الفئات مهما كانت مطالبها وحتى مظالمها يجب أن تبقى تحت مظلة الدولة. أنا كسوري لا أعتبر أي وجود لأي دولة بدون الموافقة السورية إلا احتلال. لا يمكن إقامة مهما كانت الأمور أي دولة بناء على إثنية أو عرقية أو طائفية أو عشائرية. أنا أعتبر أن أفرادهم من نسيجنا الاجتماعي ومن نسيجنا الفسيفسائي الموجود في الشمال الشرقي. إذا أراد أخوتنا الأكراد التقسيم في سوريا سوف ينجلي ذلك على التقسيم في العراق في تركيا وفي إيران. إذن هذا لن يحدث. كان المقصود من أخوتنا الأكراد إدخال الجيش السوري إلى تلك المناطق، لكن هم تركوا المجال للأتراك للدخول. ليس هناك مجال للتفكير لإقامة أي دولة لأن مقومات الدولة غير موجودة لدى الأكراد. لا بد لهم أن يفكروا بسوريتهم التي تحميهم. أما ضيفنا الثاني فهو مدافع صلب عن حقوق الأقليات، يدرك الثمن الذي يدفعونه، ولذا فهو يدرك تماما كيف يكون استرجاع الحقوق. اسمه نظام اتحادي يعني وليس انفصالي. هذا النظام الاتحادي يوطد الديمقراطية المباشرة للجميع في سوريا. الأكراد لن يقوموا بإدارة هذه المناطق لوحدهم، إنما بمشاركة جميع الأطياف الموجودة في هذا الإقليم. ستكون إدارة هذا الإقليم من الناس الذين يعيشون في هذا الإقليم وليس من قبل ناس في دمشق أو في مدينة أخرى. لدى إنشاء أقاليم في سوريا سيكون هناك تسابق بين كل إقليم في مسائل ترسيخ حقوق الإنسان ومسائل الاقتصاد أيضا. يصر الجميع على البقاء في سوريا، ولكن كحل لمسألة حق تقرير مصير الكرد في سوريا. الأكراد عندما يطالبون في إقليم لهم لصيانة حقوقهم لضمان حقوقهم في سوريا المستقبل، يعني هذا هو توطيد للديمقراطية في سوريا. طبعا النظام الاتحادي يضمن حقوق الجميع، جميع الأقليات، جميع الشعوب، جميع الأديان، ويمنع نشوء أي ديكتاتورية جديدة في سوريا. مرحبا بكما إلى هذا الحوار. سيد محمد اسمح لي أن أبدأ بالسيد جيان، بما أنه أقلية معنا في هذا الحوار فلنبدأ به اعترافا بحقوق الأقليات، ألا تتفق معي؟ نبدأ بالسيد جيان. سيد جيان، هناك دائما اتهامات تلاحق الأقليات، أنتم انفصاليون،
أنتم تزعزعون استقرار الدول، أنتم تتعاملون وتستقون بالخارج، أنتم لا تدركون المصالح الحقيقية للوطن وتفكرون في أنفسكم فقط، أنتم تقودون المصير إلى الهاوية. كيف تردون على هذه الاتهامات؟ هو بصراحة الاتهامات هي موجودة يعني من زمان، نركز على سوريا طبعا، اتهامات كانت دائما موجودة، الأكراد الانفصاليين والأكراد ينتمون إلى الخارج، وهي بروباغندا فاضية ما في لها أي أساس يعني بتاريخ الحركة الكردية في سوريا. لم تسعوا للانفصال يوما؟ في سوريا لم يسعى الكرد لا نظريا ولا عمليا إلى الانفصال، هي فقط بروباغندا حزبية من الحكومة السورية ظهرت في سوريا وتم نشرها بين فئات الشعب السوري. لا يوجد ولا حزب كردي، أول حزب كردي تم تأسيسه في عام 1957، وكان هناك جمعيات قبل تأسيس الحزب، جمعيات كردية، لم تطالب هذه الجمعيات ولا جميع الأحزاب الكردية في سوريا يوما بالانفصال، هي بروباغندا صرف يعني فقط من النظام تم نشرها في سوريا لإخافة الشعب السوري. هل انتزعت حقوقكم كما تقولون دائما؟ هل انتزعت حقوقكم كما تقولون؟ نعم، عدة حقوق انتزعت ولم تلتزم الحكومة السورية والحكومات السورية على مر تاريخ سوريا الحديثة يوما بحقوق الكرد والأقليات الأخرى. الكرد شعب أصيل في سوريا، لم تلتزم سوريا بحقوق الكرد كشعب أو كأقلية أو كمجموعة من البشر الذين يعيشون في هذا البلد. نعم، ممكن الناس ما يعرفوا، ولكن أهم شغلة تم منع اللغة الكردية في سوريا، تم منع الهوية الكردية في سوريا، يعني الكردي كان ممنوع عليه يقول أنا كردي في بعض المراحل في سوريا، منع الثقافة الكردية في سوريا، يعني منع كان يمنع على الكردي في بعض الأحيان أن 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 يبيت في هوتيل بدون ما يأخذ رخصة أمن دولي أو أمن عسكري أو أمن أو أي فرع مخابرات. وهو مواطن سوري. لا، تم نزع الجنسية عن الأكراد السوريين بنسب معينة، يعني وصل العدد إلى 350 ألف في فترة معينة. 350 طيب، أنت استعرضت معنا أوجه القضية من وجهة نظركم. سيد محمد استمعت معنا، هو يقول أن دائما الدولة كانت القامعة وبشكل كبير، كانت التي ترفع عنوان واحد هو منع الحقوق وانتهاك هذه الحقوق. ماذا تريد منهم أن يفعلوا وهم يتعرضون لكل ذلك؟ أولا سيدتي، أتحفظ على كلمة الأقليات من حيث المبدأ. ليس هناك أقليات وأكثرية في سوريا، إن كان من ناحية الطائفية أو الإثنية أو العشائرية أو الدينية، نحن جميعا متساوون في الحقوق بشكل مطلق، وهذه الحقوق حفظها القانون السوري والدستور السوري بأكثر من مادة، لا أريد الخوض فيها الآن. ودائما القوانين السورية تسعى إلى أن يكون هناك مواطنة، المواطنة تعني حقوق وواجبات، كل يؤدي واجبه وكل يؤدي الحقوق التي مرتبة عليه، وعند ذلك يكون هو مواطن سوري من الدرجة الممتازة، فليس هناك مواطن سوري من الدرجة الأولى من الدرجة الثانية. هي أولا. ثانيا، الأكراد نوعان لمعلوماتك، الأكراد الذين جاءوا قبل عام 1925 بفترة طويلة وهم ليسوا من أصحاب هذه الأرض، لأن أصحاب هذه الأرض الحقيقيين هم الآشوريين، هم الكلدانيين، هم الفينيقيين، الكنعانيين الذين كانوا الأسبقية كعرب في هذه المنطقة، كما كان الفراعنة موجودون في مصر، وهؤلاء الأكراد الذين جاءوا مرحب بهم موجودين في أكثر من منطقة، وخاصة في دمشق. منطقة الأكراد معروفة باسمهم، هذه معروفة لدى الجميع، وهم تماهوا مع الشعب السوري ولا أقول العربي، لأنه الآن بدي فرق بهالموضوع هذا الوطني والقومي وكيفية الدلالات بهذا الموضوع. إذن هؤلاء تماهوا ووصل في هذه العصور التي يتحدث عنها العصر الحديث أربع رؤساء جمهوريات من أخوتنا الأكراد، بداية بمحمد علي العابد كان أول رئيس للجمهورية، ثانيا أديب الشيشكلي، حسني الزعيم، إضافة إلى فوز السلو، أربع رؤساء جمهوريات، وكان المفتي العام للجمهورية هو كردي، وبالمناسبة ليس سوري، هو من منطقة بوطان المرحوم محمد سعيد رمضان البوطي. الأكراد الذين جاءوا ويتحدث عنهم أنهم 350 ألف هم ليسوا أكراد سوريين على الإطلاق، هم جاءوا من تركيا، والقائد خالد حافظ أسد أعطاهم بعض الحقوق وأعطاهم الجنسية
وهم لا يستأذنون. لكننا نتحدث عن الأكراد الحقيقيين الذين يتواجدون قبل استقلال سوريا في الشمال وفي الشرق. ليسوا موجودين في يوم الآن. هم تماهوا مع الشعب السوري. في يوم وليلة تم إقرار قانون للجنسية على الأكراد في الحسكة. أن يثبتوا في يوم وليلة أنهم أكراد وانتزعت منهم الجنسية. هذه ممارسات. موضوع أساسي هون بهذه القضية. أنا عملك عن الأكراد الذين جاءوا قبل 1925 وتماهوا مع الشعب السوري. وقلت لك في 5-4 رؤساء جمهوريات إضافة إلى لنرد على ما قاله سيد جيان. بروباغندا بصراحة يعني ما بعرف. خليني كفي الفكرة. معلش. معلش. خليني طيب. أول شوي. طيب. خليني كفي الفكرة. المعلومات الخاطئة اللي عم تنشرها حضرتك ما هي موجودة. أي خاطئة. أنا موجود من 300 سنة في سوريا. لغتي ممنوعة. أنت منعت لغتي. شو عم تحكي طيب حضرتك؟ أنا بدي كفي. أنا معلش. وقت أنت عم تمنع اللغة. نحن عم نحكي على حقوق. عزيزي. أنت فرحت موضوع اللغة. وقت عم نحكي على حقوق شعب. ما فيك أنت تنفي وجود الشعب وتقول نحن معنا شعب. أنا بكفي. ومعنا أقليات وحقوق المواطنة. أنت مانع لغة شعب. هاي جريمة طيب دولية. نرد على هذه النقاط. هاي طبعا هي جريمة. هاي اعترف بالجريمة مشان نكمل الحديث. تفضل. هذا هي الموضوع. منذ الاستقلال حتى الآن نحن كان لدينا دستور أن الدولة السورية هي دولة عربية سورية وأخذت شكل الجمهورية العربية السورية. معنى ذلك اللغة الأم هي اللغة السورية العربية الموجودة في كل الدول العربية. وإذا ضربت لك مثال مثلا أنا كنت عايش في رومانيا. هناك عدة دول احتلتها رومانيا من هنغاريا إن كان آراد أو أوراديا. الآن كلهم يتحدثون الرومانية لكن هذا لا يعني أنهم لا يتحدثون في مناطقهم وفي بلدانهم. تمنعهم من الحديث في مناطقهم. أبدا. تمنعهم من الحديث الآن. يضطروا إلى تغيير أسمائهم. هو طرح عدة قضايا بدنا نرد عليها كلها بهذا الموضوع. إذن الأكراد الذين جاءوا ولم يحملوا الجنسية هم أتراك جاءوا عام 1925 ومن أتى بهم. من عندكم هي بروباغندا بعثية رجاء. انا ما قاطعتك. طيب ما تخلي داعي. ما في داعي للبروباغندا. سجين لنعطي جاب الاحصائيات. انا جبت لك دخلوا قبل 25 هاي بروباغندا رجاء. نقطة نظام في هذا الحوار ليتابع المشاهد بشكل جيد. الموضوع واضح تماما انه الكرد وليس الاكراد. وفرق ما بين الكرد بالواو او الكرد لا اريد الدخول في هذه المتاهه. لا 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 في داعي لغتهم وتمشي على اسمهم. في داعي. لا لا مو لغتهم. أنت الآن عايش في منطقة اسمها سوريا. سوريا بجغرافيتها، سوريا بعلمها، سوريا باستقلالها، برئيسها، بجيشها. إذا نحن يجب أن نحترم هذه القضية. إذا قلنا هناك أقليات إن كانوا الكرد أو الآشوريين أو الأرمن أو بعض الفئات الأخرى غير الإثنية الطائفية. ولا أريد الدخول في الطائفية لأنه كلاتنا في النهاية شعب سوري. إذا كل واحد كان بده يحكي لغته هناك مشكلة. بيجي على الموضوع الأخير اللي بدي أحكي فيه بعدين يأخذ الدور. إنه والله نحن لا عن طريق الحديث إنه ما بدنا الاستقلال كما يسمونه أو الانفصال. لا يريد الانفصال. نعم. ولا الانفصال. ولكنه يريد أن يشعر أنه ما في شيء على أرض الواقع. أنا زرت الحسكي كنت مندوب لوزارة التربية عام 2014 وزرت القامشلي وزرت المالكية. كل السيارات لا تحمل الإعلانات السورية أو تحمل النمر السورية. كل المدارس وتصوري انه لحد الان الدوله السوريه بتعطي كل المدرسين من اخوتنا الاكراد معاشات وهن عم يدرسوا بالكردي، رفضوا حتى يدرسوا بالعربي، يعني معلش انتم اذا تكونوا ديمقراطيين وعندكم الحريه، ليش ما بتعطوا الحريه انه الناس تدرس بالعربي؟ خاصه اذا بدنا ناخذ نحن هذا الخط اللي بيروح من القامشلي الى المالكيه، من القحطانيه للجواديه نعم لليعربيه، كلهم عرب بدهم يخلوا حتى العرب يكونوا تحت. طيب انت تطرح مفهوم. نعم انت تطرح مفهوم سيد محمد. سيد جيان سيرد عليه وهو مسألة الانصهار في الدولة بثقافة هذه الدولة بضوابط هذه الدولة بدستور هذه الدولة. ولكن قبل الإجابة على هذا السؤال سيد جيان يأتي السؤال الصعب دائما، هل يحق لأي أقلية أن تطالب أو تطلب الدعم من الخارج بأي شكل من الأشكال؟ نستمع لرأي الشارع. يحق له إذا ما لقاش الحق في بلاده من حقه بالشكل منظمة خارج وبيستظهر له حقه ما معناتها مشكلة. الأقليات إذا بدها تطلب دعم من برا بدها تطلب دعم مادي لأنه عسكري ما بيمشي. ما هو المادي بيقدر يحسن وضع البلد بالأقليات بس إنه كعسكري أنت عم تحرق سيادة البلد. ما أحس بالانتماء للعراق بصراحة من هالظلم اللي شفناه من أبن عن جد. لهذا أريد أحكم نفسي بنفسي. افترض أنهم يحتكموا لدستور الدولة ويفترض على الحكومات أن تمنحهم كافة الحقوق لئلا يلجأوا إلى المطالبة بالتدخلات الخارجية. لماذا لا تطالبون بالدولة الفيدرالية التي تحمي حقوق الجميع؟ لا يجوز
للأقليات أن تطالب بالانفصال عن الوطن الأم، ولكن يجوز لها أن تطالب بفيدرالية تحمي حقوقها. سيد جيان، سيد محمد يقول أنكم حتى ولم تطالبوا بالانفصال أنتم من الناحية الواقعية مارستم هذا الانفصال بلغتكم الخاصة، بتكوين بعض الميليشيا العسكرية من وجهة نظر البعض، بالانفصال عن الدولة، بتشكيل بعض الكيانات التي بدأت تجري اتصالات بالخارج وتستقوي به. هذه الأمور تطرح عليكم. نعم، بداية النظام هو اللي انسحب من المناطق الكردية، هذا شيء معروف وما في كلام عليه. يعني يوم اللي صارت الحرب السورية أول ما فعله النظام هو سحب جيشه وسحب إداراته. كلمة النظام معلش معلش لا تفعل كما يفعل الآخرين. معلش معلش لا تقاطعني مشان ما تقاطعني. طيب طيب معلش. لا مو مقاطعة بس مشان الآداب العامي. هو أنا بعبر عن رأيي وأنا قاعد في بلد بعبر فيه عن رأيي. طيب دعنا سيد خليني أعبر عن رأيي ليكمل فكرته. خليني أعبر عن رأيي معلش. تفضل. النظام السوري أول ما فعله انسحب من جميع المناطق الكردية في سوريا، يعني هو الذي ترك الأكراد عرضة للحرب بدون أي حماية من قبل الحكومة السورية أو النظام السوري، يعني سحب الجيش سحب الإدارات، فما كان على الكرد إلا أن يحموا أنفسهم بشكل ما، نظموا إداراتهم، نظموا الإدارة الذاتية وأبناء هذا الكرد. انفصال هذا انفصال ما في نظام، النظام انسحب من مين حامل النظام انسحب، لم يعلن الأكراد أي يوم من بداية الحرب السورية أو ما قبل أنهم ينفصلون عن سوريا، إنما فقط دافعوا عن أنفسهم ضد الميليشيات التي تركها النظام تهاجم الأكراد بدون أي دفاع. أي ميليشيات؟ أي ميليشيات موجودة حاربت في سوريا، حاربوا المناطق الأكراد، لم يتدخل النظام السوري. أوضح أوضح للمشاهد. ميليشيات محاربين في سوريا، 1050 فصيل عسكري موجود في سوريا. هدول عم يحاربوكم للأكراد؟ طبعاً وين طبعاً. مين احتل عفرين؟ مين احتل عفرين؟ اسمع يا أخي وين اسمع. النظام؟ عفواً خليني أكمل حديثي. أنت وزملائك خليني أكمل لما عم تحكي عن عفرين أنا أبكي أبكي على هذا الموضوع. أنتم بعتم عفرين، لا تبكي على عفرين. مين بعت عفرين؟ بعتم عفرين. أنا أريد نقطة نظام في هذا الحوار، أرجو أن تساعدوني ضيوفي الأعزاء. لم تقاتلوا، لم تطلقوا طلقة ضد احتلال عفرين. تركيا احتلت عفرين ولم تحركوا ساكناً. يا سيد جيان، للسادة المشاهدين أن يتابعوا حواراً يسمع كل منا فيه للآخر حتى نفهم وجهة نظره. ما يقاطعني، أنا كان دوري هو. تفضل تفضل حتى يقع. طيب خليني أعبر عن رأيي. طب تفضل تفضل. سحب النظام جميع قواته وجميع إداراته من المناطق الكردية، فما كان على الكرد إلا للدفاع عن نفسهم بتشكيل الإدارة الذاتية ووضع بعض المسلحين لحماية القرى الكردية. هذا استقلال؟ لا لم يكن، ما في نظام، ما النظام انسحب والفصائل التي دخلت على سوريا تتحارب في سوريا بدأوا يهاجمون عفرين ويهاجمون المناطق الكردية ولم يدافع النظام عنهم لا ولا يوما. عم تحكي عن جد؟ عفرين طبعا، انتم ما انسحبتم لك يا رجل. الجيش السوري كان بشرق بغرب حلب وقال لكم يا جماعة أنا عندي معلومات دقيقة، انتم فقط تعاملوا مع جيش سوريا ونحن بندخل على عفرين وما بتصير اي طلقه. لنقف نقطه سمحوا لكم بدخول عفرين، لنفض هذا النزاع بنقطه واحده. سيد جيان، انت باحث ومتخصص. نحن نتحدث عن الاقليات بصفه عامه، دعنا نركز على هذه النقطه. اذا ما وجدت اقليه بغض النظر عن الكرديه او غيرها في كيان معين او في دوله معينه، ما هو الواجب عليها وما هي الحقوق المقدمه؟ لا يوجد في سوريا سياسه حمايه اقليات كما اقر الزميل، لا يوجد. سوريا لا تعترف بأي شيء. نحن نتحدث بصفة عامة الآن. نتحدث بصفة عامة. لا نتحدث بصفة عامة عن أقلية في مجتمع ما. نعم. أنت ما بتأمن أربع رؤساء جمهورية أكراد في سوريا. خليني أكمل. رجعنا لا عم تقول إنه هذول أكراد. سيد حسين. خليني أتكلم. يا أختي الكريمة. هذا حوار لا يسمع فيه أحد للآخر. أريد أن يسمع. أنا عم أسأله أربع رؤساء جمهوريات من إخوتنا الأكراد على مر 50 عاما. أليس احتراما للأقليات؟ أنت منعت اللغة الكردية. تعرف شو منعت اللغة؟ يعني منعت المرأة تتكلم بلغتها، منعت الرجل يتكلم مع ابنه بلغته. جريمة دولية أنتم ارتكبتم ضد الأكراد. عندكم لغة مكتوبة أنتم؟ نعم طبعاً عندنا لغة مكتوبة. طبعاً طبعاً إذا ما بتعرف بعلمك. لا بعرف. بعرف إنه ما عندكم لغة مكتوبة. حتى أنكرتوا لغتنا المكتوبة. لا ما أنا موجودة. لغتنا المحكية. أنكرتوا أغانينا. أنكرتوا فلكلورنا. عيد النيروز. أنكرتوا ثقافتنا. عيد النيروز. عيد النيروز استشهدوا الأكراد. نحن بنحتفل معكم بعيد النيروز. نحتفل بعيد النيروز. وبنعتبره مثل مصر عيد النسيم. طيب سيد جيان حتى أوقف البروباغندا البعثية. يا سيد جيان. نعطي الحق الآن للسيد محمد ليرد على ما قال. تفضل. أنا بالنسبة لي أشعر أن لا هناك ما في أقليات في سوريا، الكل يأخذ حقوقه. إنكار وجود الأقلية هي جريمة دولية هي. حلو. نعم. ثانيا اللغة الكردية، إذا أنا بدي أدرس هون لغة كردية وبدي أفرضها على اللغة العربية والعرب الموجودين في تلك المنطقة كمان هي جريمة. طب أنا هسألك سؤال،
هناك أقلية في مجتمع ما، لنبتعد بعيدا عن الأكراد، عن غير الأكراد، عن سوريا، عن غيره، أقلية. كيف يمكن أن تحصل هذه الأقلية على حقوقها وما هو واجب الدولة هنا؟ أنا معك الآن، أنا سأعطيه الحل، وأنا طلبت فيه حتى بالتلفزيون السوري أكثر من مرة. كل الأقليات الموجودة في سوريا، إن كان هلأ أخذ اللغة السريانية موجودة في منطقة صيدنايا وتدرس في المنطقة التي يعيش فيها سوريان. نعم. وهناك أربع مناطق تدرس، وفي القامش تدرس ما عدا اللغة الكردية. يا خليك أستاذ خليك معي. نعم تفضل. إذا نحن بدنا ندرس كل منطقة غير متوزعة جغرافيا بالشكل كامل، أنا قلت لك الخط الواصل بين القامشلي وما بين المالكية في أربع مناطق. بس هذا مع الاختلاف، أنت لا تفرض عليه لغتك الآن، هو مختلف معك في لا لا أحكي لك شغلي. يعني أنا الآن هناك إما هناك إما هناك فكر أو فلسفة احترام الآخر بهذا التنوع. مدام رشا في عنا حالتين، إحنا أما نأخذ بالحالة الوطنية، والحالة الوطنية كلنا سوريين ويجب أن نسمع العلم السوري. ليست على حساب الشعب الكردي الوطنية، ليست على حساب الشعب الكردي. ما فهمت علي يا أخي. أنا فهمان عليك. لا 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 اسمعني. تفضل. أنا عم أقول إما أن نكون وطنيين نحمي الوطن السوري من عرب وأكراد وأشوريين وبابليين وكلدان وسريان وأرمن ومن كل الطوائف، وعند ذلك يكون الوطن السوري هو الوطن. نحن وطنيين أكثر منكم. نحن دافعنا عن سوريا في استقلالها. طيب. وفي جميع مراحل سوريا دافعنا عنها. لك أنا أشهد بذلك بموضوع يوسف العظمي هذا. إيه؟ صحيح هذا الشخصية العظيمة. منعت لغة يوسف العظمة، منعت لغة صلاح الدين. يوسف العظمة كان ابن دمشق. نعم. لكنه كردي وأنا أفتخر به كونه كردي. ومنعت لغته. يا أستاذ منعت لغته. طب هل من وسيلة؟ أنا ما وصلت الفكرة. هل من وسيلة؟ هل من وسيلة؟ أنت تجلس معي الآن سيد محمد، وسيد جيان أنت تجلس معي. هل يمكن أن نقول سيد جيان السوري وسيد محمد السوري؟ طبعاً. بغض النظر عن هذا الذي يوصل لك يا. هذا بده يوصل لك. إما أن يكون. بس هذا يتطلب أن تؤمن حقوق الآخر المختلف والمتنوع. طبعاً. على حساب لغتي. أنا بالنسبة إلي أتمنى أن يكون الوطن السوري هو الوطن النهائي الموجود، وحقيقة هي بلاد الشام اللي موجود فيها فلسطين، ونتمنى عودتها قريبا، والأردن، وجزء من العراق إضافة إلى سوريا، وأن يكون كل المواطنين متساوين بالحقوق والواجبات أمام الدولة السورية، وأن يكون عربا وكردا وغيرهم ضمن هذه البوتقة التي سميناها سوريا أو بلاد الشام. لفظ البوتقة هذا لفظ بعثي رجاء. لك تصهر الكرد في البوتقة العربية. لن ننصهر. شو بو البعث؟ البعث هو أكبر حزب شوفيني، حزب قومي اشتراكي، يعني حزب نعم. نازي. نعم. اشتراكي نعم. نعم. بعيد وإما يشعر المواطن. لا بدي أكفيك الفكرة. وإما أن تكون هناك حالة قومية، وهذه الحالة القومية نحن جزء مثل ما حكي من القومية العربية، فإذا كانت القومية العربية هي شوفونية فأهلا بالشوفونية. عند هذه الحالة يكون ليس للكرد أي معنى. أنا أتمنى أن يفهم ذلك. أنتم عالي على القومية العربية. أنتم عالي على القومية أو عالي على العرب. قالها عبد الناصر. العرب محترمين أكثر من حزب بعث. أنا سأنظم هذا الحوار. سيد جيان. لنتفق معا سويا. هذا حوار ليستمع فيه المشاهد لوجهة كل نظر أو وجهة كل نظر من حضراتكم بشكل عاقل ومستنير ولا يقاطع الآخر. سأعطي هذه الفرصة لكم، ولكن بعد أن نميز بين هذه المقولة الخاصة بعضو الأقلية. ما هو التعريف على الخاص بمفهوم الأقلية؟ الأقلية من وجهة نظر البعض هو شخص مجبر على رؤية نفسه على أنه استثنائي أحيانا وغير مهم، رائع أحيانا وفظيع أحيانا، جيد أحيانا وشرير أحيانا. هذه هي المقولة لعميد الأدب الأمريكي والناشط السياسي نورمان دي ميلر، الذي قال أن هذه هي المشكلة الرئيسية. وهذا ما أطرحه سيد جيان. الأقلية تجد أنها في صراع نفسي داخلي، أنت في صراع داخلي، هل أنا سوري؟ هل أنا كردي؟ هل أنا جيد؟ هل أنا سيء؟ هل أنا أصدقي بالخارج؟ هل أنا وطني؟ هذا الصراع ربما ما يخلق. لا يوجد عنا صراع، نحن سوريين بكرديتنا، وعندما تنفع عنا صفة الكردية نفقد السورية أيضا. نحن سوريين ولكن بكرديتنا، أي محاولة لطمس هويتنا الكردية ستطمس الهوية السورية معها. حقوق الأقليات معرفة في القانون الدولي، ما في عليها نقاش. الأقليات والشعوب الموجودة في دول هي أقل من عدد النصف فيها، يجب على الدولة احترام ثقافتهم وعدم منعهم من ممارسة ثقافتهم،
التحدث واستخدام لغتهم في حياتهم الخاصة والعامة. هذا تعريف دولي. هل أنتم ممكنون في بغض النظر عن اللغة، هل أنتم ممكنون في هذا الوطن من التوظيف، من الحصول نعم على التملك، على حقوقهم؟ طبعا لا. السيد طبعا تفضل. السؤال لي في مشكلة. أنا سأعيد الحديث لأكثر مرة عندما يصل أربع رؤساء ما بيتكلموا كردي بالأساس. برافو عليك. إذا هدول هني صاروا سوريين حقيقيين، ونحن مع احترامنا لكل الأكراد اللي موجودين. أنا رحت قلت لك إذن السوري الحقيقي الكردي الحقيقي هو الذي يفقد كرديته. لا ولن نفقد كرديتنا لا اليوم ولا غدا. اسمعني شوي. هلا حضرتك تعليق أخير. أنا الوقت خليك معي. نحن في سوريا نملك هذه المزاييك والفسيفساء التي ينصهر فيها الجميع ضمن البوتقة السورية. لن ننصهر يا أخي. بكرديتنا نعيش في سوريا لن ننصهر. لك يا أخي انسى كلمة انصهار. ليش تعاملت بعثية نازية؟ طيب عيد البعثية النازية وأنا أفتخر ببعثيتي وبنازلتي. نعم. لماذا أفتخر بنازيتك بنازيتي البعثية؟ نعم طيب. تمام. سيد بس خليني أنا سأريحك يا سيدنا. قد يشعر أي شخص أنه مواطن أو ينتمي إلى هذه الدولة إذا حصل على حقوقه وشعر أنه مواطن يتمتع بنفس الحقوق والحريات. هل هذا ما ينطبق على كل الأقليات في سوريا؟ تماما. يعني عندما كان هلأ ما بدي أنا أحكي بالطائفية، رجل مسيحي استلم رئيس الوزراء في سوريا وهو فارس الخوري وهو شخصية وطنية كبيرة، وحتى سلموه وزارة الأوقاف ودار الإفتاء. هذا يعني أن كل الطوائف هي سواسية بهذه الحالة. وعندما قلت لك أن المفتي العام هل هذه استثناءات أم حالة عامة؟ لا هي الحالة. يعني أنت إذا كبيرة. إذا كانت 50 عام مهنة الطيار كانت محرمة على الكردي، القاضي كان محرم على الكردي، وزير محرم على الكردي. لا تنكر يا أستاذ، لا تنكر. رئيس زمان محرم وزير محرم. معلش معلش. يعني كيف ضبطت معك؟ كيف ضبطت براسك؟ مهنة نحن 3 ملايين. كيف رئيس؟ نحن 3 ملايين ما بتمسك. يعني كيف حصل على هذه المناصب العليا في الدولة ولم يحصل على الدنيا؟ عائلات من أصول كردية. ها لا يتكلموا اللغة الكردية. ها بدك ياهم يتكلموا ويحكوا كردي يعني؟ نحن على أكراد عفرين وأكراد الجزيرة يا أستاذ. طيب هذا الملف سيظل. أنتم أكراد عفرين وأكراد الجزيرة. هذا الملف سيظل محل نقاش. أنا أشكركم على المشاركة. أنا بدي أوصل بس رسالة أخيرة. ختاما سريعا. أنا أتمنى على الدولة السورية وأنا أناشدها من هذا المنبر أن تعطي الأكراد حقوقهم الحقيقية، أنه في المناطق الكردية يتم تدريسهم باللغة الكردية إضافة إلى اللغة الإنجليزية والفرنسية. إذا انضم إليك. هذا واحد. نعم أشكرك. كل الشعائر الدينية. وهذا هو هدفنا من محل كل الشعائر الدينية أن يقوم بها الأكراد، أن يستمع كل طرف للآخر وينتهي الحوار بهذا الود وهذا التفاهم. شكرا لكم. وملفات وقضايا محل نقاش مستمرة مع حضراتكم ولدينا بعض الفاصل. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.